أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 365 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1696 حالة، فيما ارتفعت عدد الإصابات إلى 29155 حالة بزيادة قدرها 16% خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت الصحة الفرنسية إلى أن 3375 مصابا في حالة خطيرة وبحاجة إلى البقاء تحت أجهزة التنفس. للمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات الفرنسية ينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز. خالد، أرحب بك معنا في هذه الجولة. مساء الخير زميلتي العزيزة نانسي، أهلا بيكي وبكل الزملاء ومشاهدين إكسترا نيوز. نعم خالد، ما هي آخر المستجدات فيما يتعلق بفرنسا وفيروس كورونا؟ تفضل. للأسف الشديد الحالة بفرنسا نانسي تشهد تطور خطير، وكل الدلائل بتؤكد على هذا، وهذا يفسر ظهور رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب النهاردة مرتين، مرة قبل منتصف هذا النهار ومرة منذ ساعة تقريبا. طبعا ظهر رئيس الوزراء إدوارد فيليب ليؤكد أنه بعد اجتماعه بالحكومة الفرنسية عن طريق فيديو كونفرنس، وأيضا الرئيس ماكرون أكد على أن هناك يعني قرار تم أخذه، وهذا القرار هو تمديد فترة الحظر الصحي اللي هيكون اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم حتى 15 أبريل، وهذا في تطور جديد للأحداث تؤكد على أن فرنسا ستشهد مرحلة قادمة وتوقعها الجميع اعتبارا من يوم الاثنين القادم، تطور خطير لعدد يعني الوفيات والإصابات للأسف الشديد. نعم. طيب خالد، على ذكر إدوارد فيليب رئيس الحكومة الفرنسية، يعني هو في المؤتمر الصحفي الذي عقده حذر من خطورة مد مرتفع للغاية، كما قال تحديدا لوباء فيروس كورونا، وقال أنه سيجتاح فرنسا وأن الوضع سيكون صعبا خلال الأيام المقبلة. تعليقك على هذا التصريح أستاذ خالد؟ كل الدلائل بتؤكد على انه هو استخدم حتى كلمه الصمود اللي استخدمها ماكرون في خطابه مع قوات الجيش في شمال شرق فرنسا في منطقه الواز وفي مدينه مولوز على وجه التحديد، كلمه الصمود، وكان متجهم الوجه الحقيقه، وهذا يعني الدليل على هذا ان فعلا بدات منطقه ليل دو فرانس او شمال فرنسا يحضر إليها الكثير والإصابات كثيرة جدا، وبعد أن تم نقلهم من منطقة شمال شرق فرنسا عن طريق التي جي في أو القطار الصحي، وهذا لأول مرة قطاع السكك الحديدية يستخدم كناقل للمصابين. الأجواء صعبة نانسي، وبصفة خاصة بعد أن أشارت كل التقارير على أن يعني الإصابة أيضا في وفاة لشابة فرنسية تبلغ من العمر 16 عاما، وفي تطور جديد، لان كان من المعروف ان كورونا فيروس بيصاب يعني بيصيب كبار السن، ولكن للاسف الشديد بعد هذه الاصابه الجميع خائف وهناك تخوف كبير جدا. إدوارد فيليب ايضا شجع الفرنسيين بالبقاء في منازلهم وشكر الملتزمين، الا ان هناك بعض الناس غير ملتزمين، وانا شاهدت النهارده وانا يعني خرجت عشان اصور لاكسترا نيوز يعني فعلا زياده الكنترول في الشارع وزياده حركه الشرطه في الشارع وزياده يعني في اكثر من 225 الف توقيع غرامه للفرنسيين منذ يومين فقط، طبعا حسب وزير الداخليه كاستانير اللي ذكر ان حصلت توقيع العقوبه على اكثر من 225 الف فرنسي في تصريح جديد. نعم. خالد، يمكن ذكرت نقطتين مهمين خليني أركز معك يعني عليهم. الحكومة الفرنسية اتخذت إجراء آخر وهو استخدام قطارات النقل السريع لنقل المصابين. للحكومة الفرنسية لجأت إلى هذا الإجراء يا خالد؟ أولا يعني الحكومة الفرنسية لجأت لهذا لأن التخوف نانسي هو في نقص المعدات الصحية التي تستخدم في المستشفيات، وفي منطقة شمال شرق فرنسا كان هناك عدد كبير جدا، في جزيرة كورسيكا كان في هناك عدد كبير جدا. الجيش الفرنسي يستخدم الطائرات وأيضا البواخر يعني البواخر الفرنسية كمستشفيات ميدانية،
ويعني نوع من انواع نقل الاصابات، لان هناك يعني زي ما نقول لابد من الحفاظ على المسافه ما بين المصابين حتى لا ينتشر العدوى، ولهذا يتم استخدام كل القطاعات، قطاعات النقل العام وقطاع السكه الحديديه وايضا القوات المسلحه. كل الدلائل بتؤكد على ان فرنسا نانسي بتسخر كل اجهزه الدوله في هذه المرحله الحاسمه، مرحله الحرب كما يصفها الرئيس ماكرون ووصفها ايضا رئيس الوزراء. نعم، ايضا فيما يتعلق بالقطارات تحديدا خالد، يعني هل افهم من كلامك ان فرنسا بتواجه مشكله في استيعاب حالات المصابين؟ الامر جد خطير حتى الان لا، ولكن من المنتظر اذا استمر زياده عدد الاصابات في فرنسا، اعتقد ان فرنسا ستكون امام معضله كبيره جدا نانسي، وهي معضله توافر اماكن العنايه المركزه. هناك جسر جوي تحدث عنه ادوارد فيليب في الاسبوع الماضي لاحضار كل يعني الادوات الصحيه من الصين، واعتقد ان احضار هذه يعني الادوات الصحيه لن يحل المشكله، المشكله تكمن في اذا زاد العدد لن يكون هناك مكان للمصابين، وسيتم اللجوء الى السيناريو الايطالي للاسف الشديد نانسي، وستدفع الحكومه الفرنسيه الثمن، لان الحكومه الفرنسيه لما نتابع مع بعض نانسي كنت طبعا معايا في كل يعني اوقات السلطات الصفراء، كانت بتستخدم سياسه التقشف التي يعني حسنت فعلا وضع الاقتصاد في فرنسا. من ضمن هذه السياسات التقشفيه هي انها قللت كثيرا من المستحقات الطبيه والغت كثيرا، لم تتوسع في القطاع الصحي، وهذا ما سيعرضها فيما بعد لها تدفع الثمن هذه الاخطاء، وبصفه خاصه في قطاع الصحه في دوله كبيره سادس اغنى دوله في العالم تقف عاجزه امام أعداد المصابين وتوفر سرير في غرفة عناية مركزة. لهذا ظهر رئيس وزراء فرنسا اليوم وهو في حالة حزن شديد ورعب. نعم، هذه الأزمة أستاذ خالد يعني التي يمر بها العالم الآن ربما كشفت إذا صح القول عن مدى الرعاية الصحية في كل هذه الدول، مدى يعني المراكز الصحية تحديدا ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى. كما تعلم هناك أيضا الكثير من الدول التي تفشى فيها الفيروس لجأت لعمل مستشفيات ميدانية في الشارع، هل ستلجأ فرنسا إلى هذا الإجراء قريبا مع وجود يعني مد مرتفع للغاية كما قال إدوارد فيليب؟ هي بدأت بالفعل، وبدأت بمنطقة شمال شرق فرنسا الواز ومنطقة في مدينة تولوز على وجه التحديد، وأيضا البارجة اللي هي ناقلة للطائرات متواجدة في هنا في ميناء مارسيليا، ومتواجدة أيضا قبالة جزيرة كورسيكا، وأعتقد أن القوات المسلحة الفرنسية بتوفر كل إمكانياتها، ولهذا كان يعني لخص الرئيس ماكرون دور القوات المسلحة الفرنسية في هذا الأمر، فإنها يعني تقوم بعمل بالعمل جنبا الى جنب بجانب قوات الشرطه، ولكن ايضا بجانب قطاع الصحه في فرنسا. اعتقد ان فرنسا في هذه الفتره تمر بمرحله صعبه للغايه، تريد ان تستبق الاحداث وتريد ان تقول نحن جاهزون ولكن ابقوا في منازلكم حتى لا يزيد عدد المصابين. طيب خالد، اخيرا دعني اختم معك بهذا السؤال، يعني يمكن تحدثت عن الفتاه التي توفيت بسبب فيروس كورونا والتي تبلغ من العمر 16 عام تقريبا، وسائل الاعلام الفرنسيه كيف تناولت هذه المعلومه تحديدا، كون ان كما تفضلت بالذكر يعني العديد يقولون ان فيروس كورونا يصيب من هم فوق الستين عاما او الذين يتوفون من هذا الفيروس من هم فوق الستين عاما، ولكن في تطور جديد ان اصبح في الفتره الماضيه هناك ايضا أعمار يعني قليلة تموت بسبب هذا الفيروس، دعني أتحدث معك إذن عن هذه المعلومة تحديدا والفتاة يعني التي توفيت والتي تبلغ من العمر 16 عام تحديدا في فرنسا. يعني نانسي دعيني أستعرض معك لقاء كان عمله أحد العاملين في وزارة الصحة الفرنسي، اللي على فكرة يعني بعد أقل من نص ساعة من الآن الشعب الفرنسي أمامه يعني كل يوم بينتظر 7:15 بتوقيت الفرنسي، يعني 8:15 بتوقيت القاهرة، يعني اللجنة الخاصة بحصر أعداد المتوفين والمصابين بيكون يوميا، ثم بعدها
بساعه الا ربع من الثامنه بتوقيت الفرنسي، التاسعه بتوقيت القاهره، بيكون هناك تحيه للعاملين في قطاع الصحه، في يعني الفرنسيين بيقوموا بالتصفيق لهم وبتشجيعهم. الا ان هذا يعني الرجل وتحديدا على هذه القضيه قال بان 78 من المتوفين او من المصابين هم من فوق سن ال 75 عام، و 14.5% نانسي هم من سن 60 ل 75، و 6.5% هم من 40 ل 60، ويبقى ال 1% هو من 15 سنه ل 40 سنه، يعني النسبه قليله بالنسبه للشباب. ولكن الجديد في الامر نانسي بان الاول كان كل الاطباء بيقولوا ان الشباب يعني لن يكونوا يعني ضحيه لهذا المرض، ولكن الاحداث والتطور الجديد تثبت عكس هذا الكلام. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من مارسيليا، كان معنا خالد شقير مراسل اكسترا نيوز، انا بشكرك شكرا جزيلا.